هي مقدمة لتلجيم المجتمع وتجريده من كل الآليات المؤسساتية والقانونية والدستورية التي تتيح له إمكانية مناهضة وفضح كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة. هذه الجهات وهذا اللوبي استغل واقعا موضوعيا وتراجعا على مستوى موازين القوى في المجتمع، ويهدف اليوم إلى التفاف والقلاب حتى على المكتسبات الدستورية وعلى المكتسبات الحقوقية والتراكمات الإيجابية التي حققتها بلادنا على مدى سنوات طويلة بفضل تضحيات مجموعة من المناضلين والقوى الحية في المغرب. اليوم المادة 3 تبين في عمقها بأن التوجه واللوبي المستفيد من زواج السلطة بالمال قد بلغ مستوياته القصوى، ووصل إلى أن يضع النيابة العامة كسلطة قضائية وكسلطة مستقلة أن يضعها تحت تصرفه وتحت سلطته. يقرأ ذلك من خلال ماذا؟ من خلال ما ورد في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تقول في إحدى فقراتها: يحرك رئيس النيابة العامة الأبحاث ويقيم الدعوة العمومية وباقي الإدارات والوزارات الأخرى. هذا يعني بأن أقسام جرائم المال العام المحدثة في المغرب سنة 2011 بمقتضى مرسوم نوفمبر 2011 الذي مشروع المسطرة الجنائية. بمعنى آخر، أن هذه الجهات التي ستحرر التقارير تعلمون أنها تحرر التقارير طبعا على الأقل في بعض المؤسسات وبعض الجماعات، لكنها لا تصل إلى القضاء. هم يدركون جيدا أن الداخلية لها تقارير كثيرة، وأن وزارة المالية تقارير كثيرة، والمجلس الأعلى للحسابات له تقارير كثيرة لها صبغة جنائية، والقليل من هذه التقارير هو الذي يصل إلى القضاء. الذي نريد معه حسابا ما هو الذي يصل إلى القضاء، باقي التقارير لا تصل إلى القضاء. وتحملنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام عبئا أن نحصل على تلك التقارير، وأن نضع لدى النيابة العامة، رغم أن هذه الجهات ملزمة قانونا بإحالة هذه التقارير، لكن لا تحيلها. أنتم تابعتم مؤخرا وزارة الداخلية عزلت مجموعة من رؤساء الجماعات وعزلت مستشارين وقدمت ملفاتهم أمام المحكمة الإدارية. لكن السؤال: هل تقارير مفتشي العامة للداخلية ليست فيها جوانب جنائية يجب أن تحال على القضاء؟ لم تحل ذلك على القضاء. نفس الأمر بالنسبة لمجلس الحسابات الذي ينجز التقارير بشكل انتقائي. طيب، وزير العدل يقول أمام البرلمان بأن هناك جمعيات تمارس الابتزاز وتمارس تصفية الحسابات. إذا كانت هناك جمعيات، وللأسف هناك جمعيات تمارس هذه الممارسة، هناك جمعيات، هناك رئيس لجمعية اليوم مبحوث عليه من طرف القضاء، ولكن من الذي يمنح وصول إيداع لهذه الجمعيات؟ من الذي يشجع هذه الجمعيات على ممارسة الابتزاز، على توظيف العمل الحقوقي وتوظيف العمل الجمعوي من أجل ابتزاز المسؤولين والمنتخبين؟ ترافق نداء باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام على النيابة العامة وعلى السلطات العمومية أن تحرك الأبحاث القضائية ضد مسؤولي الجمعيات الذين يستغلون العمل الحقوقي والجمعوي لممارسة الابتزاز وممارسة التشهير وتصفية الحسابات. لا أحد فوق القانون، لكن لا يجب أن يوظف البرلمان تحت هذه الدرعة من أجل حماية حفنة من اللصوص
والمفسدين، لأن هناك أحزاب سياسية اليوم مشروعها الوحيد هو الاجتهاد في التقرب من السلطة. مشروع الوحيد اليوم هو الاجتهاد في التقرب من السلطة والبحث عن المقاعد والمكاسب. وأنتم تعرفون أن البحث عن المقاعد لا يمكن أن يتأتى إلا عن طريق حفنة من النصوص، من المرتشي، من السماصرة، العمل السياسي والعمل الانتخابي. هذه الحكومة اليوم تدفع المغرب وتدفع البلد نحو الأزمة. لا أعتقد كيف يمكن أن تسمح الدولة لنخبة سياسية تريد أن تنقلب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعطي مكانة مهمة للجمعيات وللمجتمع كفاعل رئيسي في مناهضة الفساد، وأيضا أن ينقلب على قانون حماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء رقم 37-10، وأن تنقلب أيضا على الدستور الذي يعطي مكان للمجتمع المدني من خلال المادة 12 من الدستور الذي تعتبر المجتمع المدني شريكا أساسيا في وضع السياسات العمومية وتقييمها. هي الدولة الاجتماعية. في الدولة الاجتماعية لاحظنا هجرة جماعية من باب سبتة، وضعت المغرب أمام محك حقيقي وأمام صورة حقيقية، وعرت واقع شعار الدولة الاجتماعية، وكشفت بالملموس على أن الناس فقدوا الأمل وأن الناس ضجرت من هذا من هذه السياسات، وأنها تبحث عن الخلاص الفردي، هذه عنوان لزيف شعار الدولة الاجتماعية. تابعتم تقرير تحدث على أن 1.5 مليون من الشباب، 1.5 مليون من الشباب ما بين 15 سنة و 24 سنة لا يتابع أي دراسة، لا يتلقى أي تكوين، لا يزاول أي حرفة أو أي عمل. تابعتم تقرير آخر يتحدث على أن الربع الأول من سنة 2024 شركة المحروقات حققت رقم معاملات ديال 18 مليار ديال الدرهم. تابعتم أيضا مؤشر الشفافية الذي صنف المغرب في المرتبة 23. تابعتم كيف أن البطالة وصلت في تقرير رسمي إلى 13.5% من الشباب العاطلين. تابعتم أيضا كيف أن الفساد يستهلك سنويا 50 مليار ديال الدرهم. تابعتم أيضا كيف أن المغرب مصنف على المستوى الديمقراطية، مؤشر الديمقراطية ضمن الأنظمة الهجينة. تابعتم أيضا على مستوى مؤشر الصحة العالمية كيف أن المغرب تقهقر إلى مراتب متأخرة. على مستوى التعليم أيضا، إذن هذه عناوين كبرى لمستقبل غامض. نحن اليوم نريد أن ندق ناقوس الخطأ، نريد أن نقول بأن الفساد قد شاع وتغول، والمستفيدين من الفساد ومن الرشوة ومن زواج السلطة بالمال ضلوا ولا زالوا كذلك بعيدين عن أي مساءلة أو محاسبة. فينا هما لفنادق راس الحومة، إذن هذا الواقع واقع الفساد والرشوة والريع. اليوم هناك رغبة لإقفال قوس على المستوى الحقوقي، على المستوى الديمقراطي، وعلى المستوى المتعلق بمكافحة الفساد. هؤلاء تغولوا اليوم على الدولة وعلى المجتمع. هناك مافيات وشبكات للفساد ظلت بعيدة عن المحاسبة، ظلت بعيدة عن الرقابة. هل تعرفون أن المادة 3 مشروع المسطرة الجنائية هو نسخة طبق الأصل من المادة 9 من مدونة الأخلاقية التي وضع حزب الأصالة والمعاصرة؟ المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية هي نسخة طبق الأصل للمادة 9 من الميثاق الأخلاقيات
الخاص بحزب الأصالة والمعاصرة. تابعتم كيف أن هذا الحزب اليوم هناك تراشق اليوم يفضح ماذا؟ يفضح شبكة المصالح المعقدة وسط هذا الحزب. شبكة من المصالح، شبكة من المنافع، شبكة من الامتيازات. حزب التجمع الوطني الأحرار الذي يترأس الحكومة وفي نفس الوقت رئيسه متورط في تضارب المصالح وفي استغلال مواقع الامتياز والسلطة. هذه النخبة اليوم التي تدبر البلاد هي التي تسعى إلى تعميق واقع الفساد. عندكم تعتقدوا بأن الهدف هو الناس ما تشكي؟ لا، الهدف هو إيقاف نفس حقوقي وسياسي في المجتمع. هو أن هذا الموضوع لمكافحة الفساد أرادوا أن يضعوا له حد. وهناك نقاش اليوم انتقلوا إلى موقع الحديث عن الفيسبوك وعن تيك توك وعن اليوتيوب وعن كذا إلى آخره. هذا الحديث على هذا المجال ليس حديثا مجاني، هو حديث يرمي إلى استكمال حلقة لتكميم أفواه المجتمع، لأنهم ينزعجوا من النقد ولأنهم يريدون أن يبقوا بعيدين عن المحاسبة وعن المساءلة. هناك ملفات متعددة، وأعطيكم مثال. كتعرفوا الضحايا هنا ديال سوق الصالحين. سوق الصالحين اللي حاضرين معنا في هذه الوقفة نفسنا. الملف أمام الفرقة الوطنية الشرطة القضائية. استمعت اليوم إلى 30 واحد مشتكي. هذا السوق هذا ديال الصالحين نفسنا كيفاش فرقوه ووزعوه وتركوا المستفيدين الحقيقيين يصرخون ويطرقون أبواب الإدارة دون مجيب. أيضا في مناطق الزلزال في الحوز تلات يعقوب إغيل مناطق أخرى، واش كتعرفوا بأنه المبني لحدود الآن هو 1000 مسكن فقط. لا زالت الناس في الخيام، لا زالت التعويضات المقدمة غير تشكل الفتات من حجم الخسائر، لا زال الناس يواجهون مصيرهم لوحدهم. نفس الأمر كشفه زيادة ضحايا فيضانات الجنوب الشرقي، كيف عرت التفاوض الاجتماعي والمجالي وبين بأن هناك مناطق في المغرب لا زالت تعيش في القرن الماضي في القرن 16 بدون تنمية، بدون خدمات عمومية، بدون بنية تحتية. والتوزيع الثروة في المغرب 10% من المغاربة يستحوذون على 63% من الثروة. اليوم المجتمع فقد الأمل، هناك قلق وغضب عام في المجتمع، ارتفاع للأسعار بشكل جنوني وصاروخي غير مسبوق، ارتفاع ثروة بعض المستفيدين وبعض الأشخاص بشكل أيضا قياسي، توسع دائرة الفقر والبطالة والهجرة. أما هذا الواقع نريد اليوم أن يكون هذا الاستقرار، ونريد أيضا أن تتعمق الإصلاحات السياسية والدستورية والمؤسساتية من أجل أن يتقدم المغرب نحو الأمام. نريد أن يتقدم المغرب إلى الأمام بخطى ثابتة، لأنه هناك تحديات وهناك إكراهات وهناك مشاكل وصعوبات تواجه المغرب. نريد أن نتقدم إلى الأمام. لا يمكن أن نتقدم مع استمرار الفساد، مع استمرار الرشوة، مع استمرار الإفلات من العقاب، مع استمرار الإطراء غير المشروع. هذه الحكومة أكبرت إجرام الإطراء غير المشروع، وأكبرت قانون التصريح بالممتلكات، وأكبرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأكبرت كل المشاريع التي من شأنها أن تعطي دفعة إلى الأمام. إذا المغاربة اليوم يعتزون ببلدهم، يحبون بلدهم، ولكن في نفس الوقت يتطلعون ويطمحون إلى وضع حد للفساد وللريع والرشوة ومعاقبة نصوص المال العام. تعرفون أن هناك برنامج سميتو برنامج ديال تقليص الفوارق في العالم القروي، مخصص ليه مبلغ 41 مليار ديال الدرهم. أين هذه المبالغ؟ أين هذه المبالغ؟ أين هذه الأموال؟ إذن أعتقد أن رسالتنا وصلت
وأن نضالنا سيبقى مستمر، وأنه مستعدون لتصدير برنامج مع كل القوى الحية من أجل مناهضة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإفلات من العقاب. نريد دولة الحق والقانون، نريد دولة الحق والقانون القائمة على توزيع العدل والثروة، على سيادة القانون، على رفع المسؤولية بالمحاسبة، على معاقبة لصوص المال العام ومصادر